رمضان بلا مكياج عادي ولا ماشي عادي؟ عادي. شنو اللي عادي؟ عادي رمضان بلا مكياج، اصلا احنا ما كنديروش مكياج ديما، مره في المونديال. الله يلا اللي زيدتي. كيفاش تحسي راسك بلا مكياج؟ انا عادي بحال عباد الله، مال بلا مكياج. شنو المكياج ضروري؟ ماشي ضروري، ماشي مشكل، ما عنديش مشكل ندير المكياج عاج بحال ليامات العاديه وبحال رمضان عاج، واخا ما نديرش المكياج صغير ترى كاع عادي جدا. واش كديري المكياج في رمضان ولا لا؟ ما هضري معانا. رقم على رقم 20 باش يمسح الماكياج قدامك. باش يمسحو تمسحي؟ اها لا غير في رمضان. في رمضان قلت لك زعما ما عنديش مشكل، انا كنخرج بيه بلا ماكياج. لا ما عنديش مشكل، عادي ما عنديش مشكل. في رمضان كيفاش كتحسي راسك بلا ماكياج؟ عادي بصراحه، ما يعني ماشي ضروري انني ندير ماكياج ديما باش نخرج. عادي كيجيني عادي انني خارجه بلا ماكياج، شي حاجه عاديه ما عدا الكحول هو اللي كيعجبني نديرو ديما. عادي عندي حتى دابا نمسحو ما عنديش مشكل. عرفتي شي كلينيكس؟ عرفت كلينيكس. جبد كلينيكس دابا تحدي. كان شي ماكياج سميتو ديزولي؟ ما عنديش مشكل. تقدري ما تعقديش تخرجي بلا ماكياج؟ عادي. عادي. وقفي هضري معايا. لا مزروبه.